اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع فريق 16 سنه كره سله ناشئين واللي استطاع انه يفوز ببطوله القاهره بدون ولا هزيمه. وزي ما قلت مرارا وتكرارا هذا الفريق من سنتين كان بيتاخر كتير عن اي فريق على الاقل 15 20 نقطه. شغل كتير حصل وتطوير من ناحيه النادي الاهلي، وكان من اهم هذا التطوير هو استقدام مدير فني كفء الحقيقه، وثبت اداءه وثبت وجوده الحقيقه مع الفريق. وهنقول ده ازاي وبالدليل وبكل شيء. كان التعاقد مع كابتن محمد مجدي ابو فريخه اللي برحب بيه. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم. اهلا بيك، ربنا يخليك كابتن محمد. اخش معاك على طول في الجد، يمكن بقى حوارنا مع اللعيبه بيبقى مختلف، ولكن حواري مع حضرتك هيبقى بشكل يعني اكتر عمقا وتفصيليا. النادي الاهلي كلمك وعايزك معاه، انت النهارده واقع تحت ضغطين وقعوا عليك قبل ما تمسك الفرقه. اول واقع وهو ان انت ابن طبعا الدكتور مجدي ابو فريخه، رجل يعني رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وراجل يعني الناس كلها بتحبه، وراجل معروف طبعا في المجال، ونفس الوقت الجيل ده من سنتين ما كانش كويس. فانت النهارده عندك بادئ الموسم بسم الله الرحمن الرحيم كده بضغوط، تعاملت ازاي مع الضغوط دي؟ هو انا لو يعني اول ما جيت النادي كنت قعدت مع الكابتن داني رئيس الجهاز بتاعنا، وقال لي الفرقه وهنضطر نقسم الفرقه، لان 2009 احنا عايزين نعمل لهم جيل لوحدهم ونلعبهم باسم نادي تاني عشان هم مرتبط السنه الجايه. فلما جيت اتفرجت على الفرقه لقيت ان الموضوع صعب شويه، بس انا دايما بحب اخش اي حته يعني بتشالنج جديد وتحدي جديد، وكنت داخل بالتحدي ده. هو اتكلم معايا قال لي احنا مش يعني مركزين قوي في المكسب، احنا عايزين الفرقه دي نحافظ عليها لفيما بعد وهندعم وهنعمل. قلت له لا ان شاء الله احنا يعني هنكسب وهنطور الاداء وهنخلي اللعيبه دي في حته تانية ان شاء الله. برافو. الضغط التاني بقى بتاع الدكتور مجدي، انا متعود عليه بقى لي 10 سنين مدرب. خلاص الموضوع بالنسبه يعني لي ده مش جديد عليك. يعني بالظبط يعني. بس خلينا اتكلم انه وجودك مع مدربين اجانب كتير، انت اشتغلت مع مدربين اجانب ومصريين طبعا كتير كويسين، يعني ما فيش الحمد لله. يعني وكمان الميزه فيك ان انت خدت من كل واحد حاجه حقيقي. انا بقول انا كنت بحب اتعلم من كل واحد الحلو بتاعه. بص، هو مفيش انسان كامل، انا بحب اتعلم من كل واحد الحلو بتاعه واسيب الوحش بتاعه. في نفس الوقت انا لسه عندي وحش بتاعي انا، لان مفيش انسان كامل، فبنحاول على قد ما نقدر نبقى اب تو ديت، وفي نفس الوقت نحاول نتلافى الوحش بتاعنا ونشوف اخطائنا في السنين اللي فاتت ونحاول نعدلها السنين اللي بعدها.